ثلاث محطات كانت حاضرة في ساحات الثورة البحرانية يوم أمس 6 أبريل الجاري في ظل انفجار وقع على مقربة من مركز التحقيقات الجنائية في العدلية وسط العاصمة المنامة. في بلدة العكر شاركت الحشود في ختام عزاء الشهيد حسين شرف وهي ترفع هتافات الثورة. وفي مناطق البحرين المختلفة انتشرت التظاهرات المنددة بسباقات الفورمولا 1 في يومها الأخير تزامنا مع تظاهرة أخرى للمعارضة في لندن، فيما شهدت الشوارع عمليات ميدانية واسعة حملت عنوان براكين العزة والوفاء للشهيد شرف. انتشار قوات النظام لم ينجح في إجهاض التظاهرات والفعاليات الميدانية، وأظهرت الشرائط المصورة تقدم المتظاهرين إلى الخطوط الأمامية ومواجهتهم للقوات التي كررت الاستخدام الواسع لأسلحة القمع وإغراق المناطق بالغازات السامة. قوات النظام واصلت حصارها لعدد من البلدات وشنت حملات الاختطاف، فيما أصدرت المحاكم أحكاما جديدة بسجن 7 مواطنين 15 عاما ضمن مخطط وصف بالانتقامي. وفي المقابل يستعد المعتقلون في سجن الحوض الجاف لبرنامج ثوري بعنوان صرخة السجون يستمر 3 أيام ابتداء من يوم 4 أبريل. ومن المقرر أن يقاطع المعتقلون المحاكمات السياسية إضافة إلى الإغراب عن الزيارات والاتصال بأهاليهم وتنفيذ مقاومة مدنية تشمل رفض التعاون مع إدارة السجن.